هو ده بيتكلم عن ثلاث حاجات. الانتخابات تقنيا كان لدينا انتخابات، كان هناك لجنة عليا وهناك صناديق شفافة وقضاء على الصناديق وعدد من الناخبين ذهبوا إلى الصناديق، إذن كانت تقنيا هناك انتخابات. لكن من الناحية السياسية لا أظن أننا يمكننا أن نطلق على ما جرى انتخابات في التعريف السياسي ونحن مطمئنين. الانتخابات سياسيا هي وسيلة اخترعت لتحقيق هدف محدد، وهو وكلكم حتى اللي يمكن لسه بيدرسوا في سنة أولى يعلموا ذلك يمكن أكثر مني. الانتخابات هي منافسة بين طيارات سياسية تستهدف في نهاية المطاف تداول سلطة. لم تكن لدينا انتخابات بهذا المعنى.